لا ده النهارده معانا كلمه على الرغم انها بسيطه جدا الا ان ممكن تيجي بمعاني مختلفه حسب سياق الجمله اللي اتقال فيها. والكلمه دي هي كلمه جت. انا اسمي احمد حسن وانتوا بتتفرجوا على قناه Learn Different. اول معنى معانا لكلمه جت هو انك تحصل على شيء معين، مش مهم مين اللي هيديك الشيء ده، المهم انك هتحصل عليه وخلص. For example, do you get good money from your work? Do you get good money from your work? هو انت بتاخد فلوس كويسة في الشغل بتاعك؟ Did you get nice gifts in your birthday? Did you get nice gifts in your birthday? هو انت جالك هدايا حلوة في عيد ميلادك؟ مش مهم مين اللي ادالك الهدايا، مش مهم مين اللي بيديك الفلوس، المهم انك بتحصل على الحاجة دي وخلص. بس على الرغم من كده ممكن كلمة get تجيب معنى انك تدي حد حاجة معينة. For example, can you get me some water please? Can you get me some water please? هو انت ممكن تجيب لي شويه ميه؟ فجت هنا معناها ان حد هيدي لك حاجه او انك تدي حاجه لحد. طب انا كاحمد هعرف منين اذا كانت جت في الجمله دي معناها ان انا ادي حاجه او ان انا احصل على حاجه؟ بمنتهى البساطه لو ذكرت الشخص اللي انا هديله الحاجه دي في الجمله، في الحاله دي هيكون معناها ان انا هديله الحاجه. For example مثلا في السنتنس او في الاكزامبل اللي انا قلته لما قلت Can you get me some water please? Can you get me some water please? فانا كده ذكرت مين اللي هجيب لمين. ففي الحاله دي معناها ان انا هدي حد حاجه. او مثلا لما اقول I can get you some water if you want. فانا كده بعرض عليك ان انا اديلك انت حاجه. فهنا جت معناها ان انا هديلك حاجه معينه. اما بقى لو ما ذكرتش الشخص اللي انا هديله الحاجه او الشخص اللي انا هاخد منه الحاجه، ففي الاكزامبل مثلا لما قلت do you get good money، طب انا ما قلتش بقى مين اللي هيدي لك الماني ده، انا قلت ان انت هتاخد فلوس ولا بتاخد فلوس ولا ما بتاخدش، لكن ما قلتش مين اللي هيدي لك. ففي الحاله دي معناها انك هتحصل على حاجه معينه. كمان ممكن جت تيجي بمعنى الوصول لمكان معين او الوصول لشيء معين. For example مثلا لما اقول When I got to the party it had already finished. When I got to the party it had already finished. يعني اول ما وصلت الحفلة كانت هي بالفعل خلصت. فهنا كلمة get معناها ان لما وصلت لمكان. وممكن كمان كلمة get تيجي بمعنى انك اتنقلت من وضعية لوضعية معينة. او انك انت مثلا كنت قاعد وقمت، او كنت نايم على السرير وبعدين قمت من على السرير. For example I woke up at 5 o'clock but I actually got up at 6. يعني انا صحيت من النوم الساعة 5 بس قمت من السرير فعليا الساعة 6. فهنا في فرق مهم جدا بين wake up و get up. wake up انك تفتح عينيك وتفوق من النوم، بس get up معناها انك تقوم من مكانك. كمان مثلا لو انت وانت ماشي في الشارع فجأة كده رحت متزحلق وواقع على الارض وبعدين قمت على طول، فممكن تقول I got up. For example I fell down while I was walking but I got up quickly. I fell down while I was walking but I got up quickly. يعني انا اتزحلقت ورحت واقع وانا ماشي في الشارع وبعدين قمت بسرعة جدا. فجرب هنا معناها ان انت قمت من الوقعة او غيرت وضعيتك من الوقوع للقيام. كمان لو ضفت كلمة away لكلمة get وبقت get away هتبقى معناها انك سبت مكان معين او غادرت مكان معين. For example I was sitting in the cafe till 5 o'clock then I got away. I was sitting in the cafe till 5 o'clock then I got away. يعني انا فضلت قاعد في الكافيه لحد الساعة 5 وبعدين رحت ماشي. كمان ممكن get away تيجي بمعنى انك تهرب من حاجة معينة. For example, the policeman tried to catch me, but I got away. The policeman tried to catch me, but I got away. يعني الضابط أو رجل الشرطة حاول إنه يمسكني أو يقبض عليا، بس أنا هربت. وبس، وكده كنت خلصت حلقة النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا منها وعرفتوا المعاني المختلفة لكلمة get. باي باي.